الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ورضي الله عن الصحابة الأبرار. أما بعد، فهذا اليوم هو الثالث من شهر صفر للعام 44 بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. ومجلس اليوم عن تعظيم التوحيد في نفوس الصغار. من المعلوم أن الشارع الحكيم قد جاءت النصوص بالعناية بكل مصالح الحياة وما ينفع الناس، وبالتحذير مما يضر الناس، سواء كان النفع أو الضرر حسياً أو معنوياً قاصراً أو متعدياً. ومن أعظم الأمور التي عني بها الإسلام العناية بالأولاد والحرص على تربيتهم، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في بيان شأن الأولاد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والآيات كثيرة في بيان حال الأولاد وكيف يكونون نعمة وكيف يكونون نقمة. وأما في السنة فقد صنفت مصنفات مستقلة في العناية بشأن الأولاد وبخاصة الصغار: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وجاءت التسوية: ساووا بين أولادكم في العطية. ومن أجمل الآثار على التابعين أو من بعدهم قول بعضهم: إذا زوجت ولدي وحججته وحفظته القرآن فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. في هذا الوقت بدأ بعض الآباء يشتكي، في عموم المسلمين يشتكي من أفكار تتوارد على ذهن أولاده، بل إن بعض الأولاد يصرح بالمناقشة في أمور عقدية، في التشكيك في المسلمات العقدية، في التشكيك في وجود الإله في الجنة والنار. وهذا الأمر له روافد، من أعظمها تلك الألعاب أو ألعاب في وسائل التواصل تقرر وتزرع الإلحاد في نفوس الصغار، ويرعاها أناس ليس لهم هم إلا عداء التوحيد وأهل التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك فليعلم أن من أعظم عناية الوالد بأولاده بعد الدعاء لهم أن يحرص على زرع تعظيم التوحيد في نفوسهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعنى بهذا الجانب. سمع جارية صغيرة تنشد نشيداً ومعها دف لها، وتقول في نشيدها: ببراءة الطفولة وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما في الغد إلا الله، قولي بقولك، يعني قولك الأول. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام فقال له: يا غلام ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الجمل في صميم التوحيد، وتتضمن أنواع التوحيد نصاً وتضمن والتزاماً. وكذا في قول الحسن رضي الله تعالى عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. وكان عمر الحسن صغيرا، إلا أن هذه الكلمات وما شاكلها تزرع في نفوس الصغار تعظيم التوحيد. فينبغي لنا معشر الآباء أن نعنى بهذا الجانب في زرع تعظيم شأن الله تعالى، في ذكر ما اختص به الله تعالى من علم الغيب والمقادير الإلهية، في بيان قبح وشناعة ما قدح التوحيد أو جرحه. فمثل هذه الأمور، أعني أهمية شأن التوحيد،
ينبغي يكون نصب العيان والدعاء للأولاد، أولادنا طيبون على الفطرة، أولاد المسلمين عموما على الفطرة، لكن قد يعتريها ما يعتريها. أصلح الله ذرياتنا وأصلح أحوالنا، شكر الله لكم وصلى الله وسلم على رسول الله.